آخر الآن هاجر؟ إلى قطاع العدل الآن، حيث أعلن وزارة العدل عن مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة ترك مخاوف في أوساط الطلبة، وتبعتها مطالب بتعميم المسابقة على المستوى الوطني، ريثما تفتح المدارس المتخصصة أو تفتح هذه المدارس المتخصصة. تفاصيل الموضوع مع وليد مهراوة. أثار فتح مسابقة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على مستوى 14 جامعة بناء على قرار وزاري مشترك بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي مخاوف في أوساط الطلبة في ظل تأخر إنجاز 4 مدارس جهوية عليا للمحاماة تبعتها مطالب بتعميم المسابقة على المستوى الوطني. احنا مخوفين من حاجة واحدة، انه يضيق المجال على الطلبة، لانه في الماضي كانت الطلبة كان عندهم الحق يشاركوا على جميع مستوى الجامعات، أما الآن كاين مسابقات وضيقت إلى 14 جامعة حتى يكون لهم الفرصة للجميع، يعني معناها أي واحد عنده ليسونس حقوق له الحق في المشاركة في المسابقة. كما أيضا نطلب من الوزارة أن يكون شفافية في هذه المسابقات، لأنه عادة في هذه المسابقات يكون فيها بعض التجاوزات. بالرغم من تحفظ الأساتذة على تسمية المسابقة، إلا أنهم يرون أنها ستعطي دفعا لمهنة المحاماة. إذا ذكرت المادة 34 من قانون 13/07 يعني تنص أن في انتظار إنشاء المدرسة الوطنية للمحاماة أن حقيقة المشرع أعطى الصلاحيات والسلطة لجامعة الحقوق لتنظيم هذه المسابقة. تأخر إنجاز مدارس المحاماة وصدور القرار في الجريدة الرسمية حتى ما على الوزارتين اللجوء إلى المسابقة في كليات الحقوق، خطوة يمكنها أن تساهم في رفع مستوى محامي المستقبل في ظل تدني التأطير الجامعي.